تملك الدراما المصرية إرثاً عظيماً ومتنوعاً من الروائع الدرامية التي رسخت قيم اجتماعية ووطنية بين أبناء المجتمع المصري وتخطي تأثيرها الجغرافي لحدود وطننا لتشمل العالم العربي بشكل كبير. يمكن إحنا في وزارة التضامن أعلننا في مطلع هذا العام برنامج وعي بيشمل 12 رسالة، منهم مكافحة التدخين والمخدرات، ومنهم الإتجار بالبشر، وختان الأناث، والزواج المبكر، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والمواطنة واحترام الآخر، وصحة المرأة والطفل، وكثير من القضايا التي يحتاجها المجتمع المصري كثيراً كي ينهض بالفعل في عالم التنمية. إذا كنا هنقارن على مستوى الثلاث سنوات الماضية هنلاقي إن في تحسن في نسب التعاطي بشكل كبير. إحنا عندنا 1.5% تقريبا متوسط الثلاث سنوات الماضية 2.3%. إذا كنا هنتكلم على أسلوب المعالجة، وهو يمكن تحليل المضمون بيركز جدا على هذه الشريحة. إحنا كنا في 2017 تقريبا عندنا 93% من الأعمال الدرامية عرضت مشاهد المخدرات ولم تعرض التداعيات، وده بالنسبة لنا كان هو القلق جدا، لأن إذا كنا بنقول إن الدراما هي مرآة الواقع، فإذا كنت هتعرض لي مشهد المخدرات اعرض لي التداعيات. إحنا في المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي حريصين على إن إحنا دايما نمشي في السكة بتاعة إيه اللي يتقدم أحسن، إيه اللي يتقدم أفضل، إيه اللي يخلي الشاشة للمشاهد شاشة هايلة بحيث ان المشاهد يفضل مقبل عليها، وسواء ده موجود على الشاشات بتاعتنا او موجود على المنصات الرقمية اللي موجودة عندنا. انا طول الوقت بشوف ان وزارة التضامن الاجتماعي وزارة ليها علاقة بالحاجات اللي بتبني مجتمعنا، بالقضايا اللي بتبني مجتمعنا، بالقضايا اللي تخص الناس، اللي تخص البشر، اللي تخص الشعب المصري، اللي بتحسن من شكل ومن سلوكيات الشعب المصري. وانا قررت بيني وبين نفسي ان انا عايز دايما اكون داعم لهذه الوزاره وداعم لقضايا وافكار هذه الوزاره، وده اللي انا بقيت اعمله. بقيت دايما استغل ان انا راجل بعمل مسلسل الحمد لله بيشوفه عدد كبير من الناس، ان انا طيب ليه المسلسل ده ما بقاش منبر تقول منه او تعمل منه خير زي ما الناس بتقول يعني.